الاستراد لها رسالة من 4 صفحات من القطع الكبير. هذه الصفحات الأربع تضمنت 9 أسئلة، وكل هذه الأسئلة تدور في بحر البدع، حيث أنها رأت الكثير والكثير مما تيقنت أنه من البدع. فتسأل أولا عن الذكر الجماعي، هل هو بدعة؟ كأن نقول مع الأخوات مع بعض وبصوت واحد لا إله إلا الله أو غير ذلك من الأذكار أو سورة ياسين وبصوت واحد جزاكم الله خيرا. لا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى مشروع ومطلوب وفيه فضل عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولكن ذكر الله يكون بما شرعه الله سبحانه وتعالى وعلى الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وما عليه القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل مسلم يذكر الله سبحانه وتعالى بالذكر المشروع وفي المواضع التي شرع فيها الذكر كأدبار صلوات الخمس وفي آناء الليل وآناء النهار. ولكن كل مسلم يذكر الله بنفسه من غير أن يرتبط بآخرين أو بصوت جماعي أو بتلقين من واحد والبقية يرددون ما يقول، فإن هذه الصفات صفات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان.